وقفة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية، بيان بدرجات الحرارة المتوقعة مع ميزار. تفضل. شكرا يا نهى، وشكرا أيضا دينا. وبعد هذه الوقفة نتحول مشاهدين الكرام وأخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس بارد في الصباح الباكر ومعتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على القاهرة وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة جنوبا يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 22 درجة والصغرى 10 درجات، الجو فيها يكون معتدل. في الأسكندرية 20 درجة والصغرى 10 درجات، الجو فيها مائل للبرودة. في مطروح 19-10 مائل للبرودة، في بورسعيد 20-10 مائل للبرودة أيضا، وفي الإسماعيلية 23-8 يكون الجو فيها معتدل. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 21 درجة مئوية والصغرى 9 درجات، الجو فيها يكون معتدل. في العريش 20-9 مائل للبرودة، في طابة 23-10 الجو فيها معتدل، في شرم الشيخ 23-13 الجو معتدل، في الغردقة 24-12 الجو فيها أيضا يكون معتدل. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 25 درجة مئوية والصغرى 7 درجات، الجو فيها يكون معتدل. في أسوان 26 درجة والصغرى 9 درجات، الجو فيها أيضا معتدل. في الوادي الجديد 25-5 الجو فيها أيضا معتدل، وفي شلاتين 26-14 معتدل. وأخيرا في حلايب درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15 درجة والجو فيها معتدل. الآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.